بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. في مصطلح في مجال اليوتيليتيز اسمه ايزو ديب. طيب ايه الايزو ديب ده، او ايه الكونسبت بتاع المفهوم ده؟ طيب الايزو ديب ستاندز فور، هو اختصار لايزو 14443-4 داتا اكستشينج بروتوكول. Data Exchange Protocol. حلو؟ طيب It is a fancy term for a way، هو طريقة، مصطلح لطريقة، that smart cards، البطاقات الذكية، and devices، والأجهزة، communicate with each other، بيتصلوا مع بعض. حلو؟ Imagine it like two friends، تخيل ان هم اتنين اصحاب، having a secret code، عندهم رمز سري. حلو، to talk to each other، يقدروا يتكلموا بيه مع بعض من خلال الرقم او الرمز السري ده بس. ال ISO DEB is like that code helping devices. ال ISO DEB هو عبارة عن الكود ده اللي بيساعد الاجهزة انها تفهم بعض وتقدر تكلم بعض. helping devices understand each other، يفهموا بعض. حلو، messages so they can share information securely، يقدروا يتبادلوا المعلومات مع بعض. يبقى الـ ISO DEB اختصار لـ ISO 14443-4 Data Exchange Protocol، هو بروتوكول لتبادل المعلومات. حلو،